خلونا استقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة. مساء الخير. مساء الخير. صباح النور. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. أتعرف بيكي؟ أنا أمل. أمل. اسم جميل يا أمل. أمل كم سنة؟ 23 سنة. مرتبطة؟ كنت متجوزة. جوز عن حب ولا جوز تقليدي؟ قعدتي قد ايه متجوزه؟ عشان كان حب من طرف واحد. حب من طرفك ولا من طرفه؟ لا من طرفه هو. من طرفه هو. قعدتي قد ايه متجوزه؟ 5 سنين. وافقتي ليه بالجوازه يا امل طالما كان حب من طرف واحد؟ عشان هما كانوا عايزين كده. هما مين؟ اهلي. وانت كنتي عايزه ايه؟ انا كنتش عايزه اتجوز خالص. خالص خالص ولا اي شخص؟ انا كنت حابه اتجوز شخص معين. يعني كان في حد في حياتك من سن المراهقه، من وانا عندي 13 سنه. من سن المراهقه. وكان حب يعني من طرفين ولا برضو حب من طرفك انت بس؟ كان من طرفين. وما تقدم لكيش ليه؟ يعني ما كنتش اعرف لحد قريب. ما كنتش تعرف ان هو بيحبك لحد قريب؟ لا ما كنتش اعرف ايه الاسباب اللي ما خلاهوش يرتبط بيا لحد قريب. وايه اللي خلاه ما يرتبطش بيكي؟ هو انا كنت بالنسبه لي مجرد ان انا كان حد بينتقم مني والحب قديم في حياته، او كان ده اول حب هو في حياته. يعني انت كنتي اول حب في حياته ولا هو كان بينتقم منك علشان بينتقم من حب قديم فيكي؟ هو مش كان بينتقم من حب قديم، بمعنى ينتقم هو كنت انا تاني حد بعد الحب اللي جرح في حياته. كانت واحدة بتخدعه، كانت مرتبطة بحد تاني وخدعته، كانت بتكدب عليه طول الوقت. طيب خلينا في الانسان اللي انت ارتبطتي بيه. انت وافقتي ترتبطي بيه ليه؟ علشان اهلك غصبوا عليكي بس، ولا علشان لقيتي الطرف التاني مش عايز يتقدم فقلتي اكمل حياتي؟ لا هو شخص انا كنت بحبه في اول ايه، اول حد حبيته هو ده الانسان انا بحبه وما زلت بحبه. يعني هو كان بعد وفاة والدي هو كان كل حاجة ليا، يعني كان كل حاجة، بمعنى كل حاجة. يعني هو كان نمبر وان في حياتي. وبعدين هو طبعا حاسس ده، هو كان فاهم ان كل البنات بقى كده وبتكذب وبتحور والكلام ده. هو كان بيتعامل معايا زي ما هي كانت بتتعامل معايا، يعني زي ما كانت هي بتتعامل معايا. كانت ساب يكذب عليا وحاجات كتير ما كنتش بفهمها، وانا كان سني صغير. انا للاسف يعني مشكلتي في الدنيا ان انا بتعامل مع الناس بمشاعري. يعني هو كان بينتقم منك وانت مش فاهمه ان هو بينتقم منك، بينتقم من واحده تانية فيك. انا ما كنتش فاهمه حاجه، انا كنت بتعامل معاه ببراءة. يعني مش عارفه، يعني انا ما اعرفش، انا كنت بحس معاه ان هو يعني كل حاجه ليا. يعني كنت بحس معاه ان هو ده، يعني ما اعرفش، يعني بحس ان هو اماني وضهري وحبيبي وكل حاجه. وهو بصراحه كان بيحسسني بده. انا هو متجوز ومخلف دلوقتي. هو جاي يكلمني من قيمة شهر تقريبا. هو معرفش، مش يعرف ان انا مطلقة. بيقول لي انا اسف، سامحيني، انا غلطت في حقك وعايزك تسامحيني، بس مش عايز منك اي حاجة تانية. عايز يريح ضميره يعني تقريبا. وانتي هتسامحيني؟ انا اصلا من يوم ما عرفت عمري ما شلت منه او زعلت منه لحظه، حتى ما عرفت ان هو بكذب عليا، عشان انا كنت حبيته بجد. واللي بيحب حد بجد عمره ما بيظن فيه حاجه وحشه، حتى لو شافه وحش ما بيشوفوش وحش. يعني اللي بيحب حد دايما بيشوفه ملاك. يعني وانا حبيته قوي بجد، وعمري يعني الحاجات الوحشه اللي فيه كنت دايما بشوفها حلوه، ما بشوفهاش وحش. انا حبيته حب طاهر. يعني انت عارف حضرتك، يعني لما طفل يحب حد
انا كنت كده، كنت بحب حب طفولي خالي من اي حاجه وحشه. كنت طيب، خليني اقول لك، انت ارتبطتي واتجوزتي خلفتي؟ عندك اولاد؟ معاكي ولدين او ولد وبنت او طفلين يعني بمعنى اصح؟ اه معايا ولد وبنت. قلتي لي جوزك كان بيحبك. اه. انت اللي طلبتي الطلاق ولا هو؟ انا. عشان مش بتحبيه؟ عشان مظلوموش اكتر من كده. كنت بتعملي فيه ايه؟ كنتش بعمل فيه حاجة، بس مشاعري ما كانتش معايا. يعني كنت بحس ان انا معاك كاني واحدة ميتة، عشان انا قلبي لسه مع البني ادم ده. وقلبك لسه مع البني ادم ده؟ اه. وهيفضل كده كتير؟ أقول لحضرتك حاجة، أنا بعد ما جه لي كده حسيت إن أنا مش انبسطت، لأ حسيت إن أنا كنت كويسة، كنت كرامتي رجعت لي، أنا ما كنتش بنادم وحش عشان هو يسيبني. طيب وحسيتي إيه من ناحيته؟ إنك لسه بتحبيه ولا إنه ألف نظرة؟ لأ حسيت للحظة إن أنا عايزة أنتقم منه، وبعدين رجعت قلت لا، يعني انا بحبه وما اقدرش اعمل كده. طب ما انت انتقمتي من حد تاني. انا ما انتقمتش، بالعكس انا كنت بعمل ربنا في كل حاجه معايا. ازاي؟ اذا كنت كل حاجه، اذا كنت قلتي ما كانش انا اسفه، انا اسفه، انا الواحد ممكن يعمل اي حاجه وغير اي حاجه، بس مشاعره وقلبه ده حاجه ثانيه خالص. يعني ممكن اي حد يمحي اي حاجه في حياتك، بس قلبك استحاله اي حد يمحي مشاعرك. طب ناوية تعملي ايه؟ هو متجوز ومخلف، وانا ما اقدرش ان انا اتعبك او اخرب بيت. هو بيقول لي انا عايز ارتبط بيك واعيش خدام تحت رجليك العمر كله، عايز اعوضك الايام اللي انا عذبت فيها. عشان حاسس بالذنب ولا عشان بجد بيحبك؟ عشان بجد بيحبني. هو لو مش بيحبني بعد 10 سنين هيدور عليا تاني دي. على فكرة هو قال لي على فكرة أنا مبسوط في حياتي ومع مراتي، ومراتي كويسة جدا ومخلف وحياتي كويسة. تفتكري إن أنا بكلمك تاني عشان حياتي مدمرة، أو إن أنا يعني مثلا مش مرتاح في حياتي فعشان كده بكلمك؟ وعلى فكرة هو صعب يقول لأي حد أنا آسف، هو ما بيطلعش أنا آسف دي غير يعني بقيمتها، يعني ليها قيمة عنده جامدة قوي. ما بيقولش أنا آسف غير لما فعلا يكون حاجة تستاهل كلمة أنا آسف، غير لما يكون غلط. اه. وانت شايفه ان هو غلط؟ هو غلط عشان انا ما عملتش اي حاجه وحشه في حقه. انا قلت لحضرتك انا كنت بعمله. جميل. هو غلط، انت شايفه ان هو غلط؟ هو اللي شايف اكتر مني. وانت كمان حاسه ان هو غلط؟ اكيد. طب ونتيجه غلط دي كانت ايه؟ دمر حياتي انا. يبقى غلط غلط فادح مش غلط قليل، انه يدمر حياه بني ادم. انت غلطتي. هي ليه الدنيا كده؟ انت غلطتي. يعني مش شايفه انك غلطتي؟ انا غلطت، بس ليه كل حاجه؟ ليه انا ما عاوز حد هو بيبعد عني وما حد يعوزني انا ببعد عني؟ قبل ما نقول ليه، السؤال ده الى يومنا هذا ما حدش عارف يجاوب عليه، ولكن عايز اقول لك حاجه. انت قلتي ان هو غلط، جميل جدا، غلط، والغلط اللي غلطه دمر لك حياتك. وانت المهزومة المجروحة المصدومة المقهورة، لكن لا، انت كمان غلطتي انك سمحتي لحد يدمر حياتك. غلطتي انك حكمتي بقلبك بس ولغيتي عقلك اللي كان ممكن يبين لك ويوضح لك ان الانسان ده بيعاملك معاملة من اسوأ ما يمكن. كان ممكن تفرملي نفسك وتوقفي عند حده وتكملي حياتك. غلطتي انك اتجوزتي وارتبطتي بحد تاني ما بتحبيهوش. غلطتي انك ظلمتي الانسان اللي ارتبط بيكي
ودمرتي له حياته، لان برضو ده انسان ليه حياه. فجاه بقى راجل مطلق وعنده طفلين وبعيد عن اولاده بسبب واحده حبت وهوت انسان تاني وارتضت انها تتجوز الشخص ده وتدمر له حياته. غلطتي انك دمرتي حياه اطفالك اللي هيكبروا بعاد عن ابوهم وامهم، عشان امهم لسه متعلقه براجل ما عندوش اي دم ولا اي اخلاق ولا اي قيم، كان كل همه انه فش غله في واحده ست عشان ينتقم من اللي عملته فيه واحده ست تانية. وفي النهايه هو عايش سعيد ومتهني وما عندوش اي مشاكل مع اولاده، واللي اتاذى راجل واطفال وبيت ما لهمش اي ذنب.